الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. مدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نا بنانيني نا لنرندي سيخوتري عبادة لي قابينوغن ورنغن عبادة عبادة جالس عبادنا كن يلقون عبادة ورنا جن قابل عرب ورينا كن لغة قاب عرب وجن على إن قابنا يعني نكتب تنبو لغة ورنا جن عرب قابد عبادة ورنا جن ينا ورفع منو لقتهم قاب قاب ينود عبادة جن قاب ينود جالس عبادك عبادة جن ينكون عبادك ينكون قريب اختراش كار لكن عرب ورجل سدنا كنوا با ورا معناها جن واسنو الله بارا نيسانا كودو شرع لي ورنقن عبادة ني معنى تد نعلما في ينسانا وابني نا صنعة نيس فهمنا العقش لغة التذلل والخضوع إنسان ذليل خادع لا يقاه رفض قاه رضي وانو استسلمو انقياد وانو قلو متذلل لله سبحانه وتعالى سجود دي ركوع دي نين ذلت جن جارد جن ذللت أنا نين رادع هون سكنتي وانكل دوان ترون سكنتي قيد ترون سكنتي رغبة وانو كجار سبحانه وتعالى أما إن تذلل دي خضوع دي معناها جن قابل لغة لغة لي شرعا يا أخي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. معناها شرعني عبادة اسم جامع سم نيجك كباه نيجك جمعه الناس العاد نيو قلنا جامع استو ننكلزه جار انكلاه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. سبحان الله هي اسم جامع سم جامع اكبر ناتك لاغش نيوك جار انكراخ دي رضاياخ دي قابل در فعل در ظاهر در قالس تخد نيوك ناوك اواتن باق نابك قشرن باق نيوك قوال اخل نيوك قواس اخل هود واسس تخدر قالس تخدر كودو باطن در قوفد كورة جود لبكت نيدك لد نينجن عبادة يستو نيا جار انك لخصا عدقن نينجن عبادة ني معناها نان سبب تسمية وظائف الشرع على المكلفين عبادة لأنهم يلتزمون يلتزمونها ويفعلونها وهم خاضعون متذللون لله سبحانه وتعالى. أيوة سبب تسمية وظائف الشرع على المكلفين عبادة يعني إن أعمال إن مكلفين قانا وبهم ولا سبب جن نسب نسب من تكلفة كلف سنبو مبالغة همبو يعني دركوه راح جاو جناية يعني استحلم جاو لسه بلوغ جاو أح جاو يعني دركوه عقل واني جاو يقولوا جين جهم بق الناس عدنين قلم كتب له تبان مقرصك منهم تكليف الأقلام لكن إنسان مكلف واعي مدرك أكو وريه جن عبادة السموسهن وريه نين راديين أكون نسك سنكر خضعانكر متذللين لله سبحانه وتعالى ما نسبت السموسه. طيب أركان عبادة وريك أوجن أنا متأكد جن أي إنسان عبادة جالس عبادكن وريك أوجن أركان العبادة يرن له نجريهم مكونة ولد لا هنا لا الآن أنت تكاد يكون كليني لكن ناخذك وليك أقول أركان العبادة عندنا واسقرنا قابيو سي حسبي جاوبك لاود مثلا وليك أقول أركان العبادة وليك أنا كنت أعطينا أركان العبادة
إن أشياء نواتكوسي أرنا لهم ضروري جن واجب جن نشان دي يأكل دي ناس هذه سواء در أنا قابلين سواء در آخر إن شاء الله بإذن الله عز وجل أنا رم بكون يعني نقابلين قرقشاو قريو تامي تروكم جن قريو حاجات ين قفلنا منهم بنو انتبهنا ولهم لي نبهرون نجن وإن شاء الله جاربوا دقنا وراق ورينو نعلم سو النارو لا لا ريسي ننو تكو أكان لي كدونا قنقن ينر جار عمر واننا بركة سندو كدنو فرنوغن قابينوود بحيرا قننيوك أرنوك سبد دونو لو كدو ينعقل ليل ينا تراخو ليل المحبة سيخو قنناو سيخو قن سيخو سنعد قن أركان العبادة ثلاثة المحبة والخوف والرجاء المحبة والخوف والرجاء أركان العبادة في خوفن محبة وخوف ورجاء أركان العبادة ثلاثة أركان عبادة في خوفن ورنقن المحبة محبة كليقن جارس كالدو الخوف قيقن جالد قيدرو الرجاء وتكلب ركن وتلجرب ركن وتريي ركن أرجوك نكون إيمان أرجوك ما تنسى أرجوك خلي يعني كعيب وحسب ندى عليك لو كعيب نهابي يستوك وحسب نهابي يجربهم وتغيين رجاء جربنا ناس يا وسان عدنين خوف محبة وخوف ورجاء إنكلي قوي كلبي جالس تكلبكم نا سيخو سمعتني شروط صحة العبادة وقبولها. طيب إن عبادة ورا شروط شخصين قبل ستو وصحيحة أخته مندر أخته جوجد أخته غلط أخجرين يعني شروط صحة العبادة وقبولها ورا نجن شرطان لين شرط جن يعني شرطان لين جن فقط لين جن الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى والدليل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لنري متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لنري الإخلاص والمتابعة دليل إخلاص وصنع سنهن نان دليل متابعة تقصي نحسن أقول متابعة أثر فرنا أدنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدنى النبي صلى الله عليه وسلم أسرد أدنى النبي صلى الله عليه وسلم أسر فرنا النبي صلى الله عليه وسلم شرع أخذ إثنى قن وريق نشرع النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبا تفاصيل النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبا نابلنك إنا دينو نيلنبا والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي شو إنسان شو قول إسخ نيلاود اجتهدوا ني اخورلد وري نيلاود جاي جارس عبديه قلناها بيا جوج انقد شرع انقد نين قبل سلاني فهو مردود وانت راح قلني اجري ني قبل سلاني جابر فلاني وانت سولدي بيستو كلبر قال له كلبر سلاني يعني كلبر سمعت اخلاني وريق النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرا ين يقنع ما امرتكم بشيء فاتوا من ما استطعتوا وما نهيتكم عنه فانتهوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنعاد أن أمر أخوكم بان قرست نقص سلوا ويعقون ويعقون سلوا قرست هذا حاجة الله سبحانه وتعالى مبامن إن يعي اللي يحصيها مبامن ارقامن يحصيها منكم ارقامن ما نثبتن من عمل عملا أي خدمة تقدمه ليس عليه أمرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم توجيه النبي صلى الله عليه وسلم دخ وانيقي أخذيبه فهو رد مردود على صاحبي كلب رسلاني وان سلستك مني الدليل وان تروا العبادة نوعان وليك نوع قلنا عبادة ما أنا قابل يكون أركان عبادة تولي ينخون أركان عبادة سيخوغن الخوف والرجاء والمحبة المحبة والخوف والرجاء ينخون إن شرط نروا اللي ينخون الإخلاص والمتابعة نان العبادة وليك يكون عبادتنا وليك يكون العبادة نوعان عبادة كونية وعبادة شرعية العبادة الكونية ورنقن واني وهابني أرنا كنا وهاب رئيس نزلنا كنا تعريف نور قرآن
هي الخضوع لأمر الله الكوني. الله سبحانه وتعالى نهب كائن الله سبحانه وتعالى كون فيكون منابر أختين هارنبتي نين شيء كونجن، وهي تتمثل جميع الخلق لا يخرج عنها أحد، المؤمن والكافر والبر والفاجر ناتك شمالاون. يعني إن عسترلت عسترلت يخرج ربيع نية فرعوا النبريد برا يخرج ربيع نية فرعوا لا وليه ونين شيء كونجن. الله سبحانه وتعالى إنسانك أوجد دخلهم كواردي أربدي شنجرودي برادي عسردي نيناو بحردي بردي نيناو الله سبحانه وتعالى برندي قشقشدي نأشانين ناوك الله سبحانه وتعالى سيوغن. الله سبحانه وتعالى ورا يكون علماء ورا فصلنا هنا قلنا يعني عبادة كونية ينوخ لنا ابن منين تعريف نروحون لينريا عبادة شرعية نين لينغن عقنان عبادة عبادة كونية وعبادة شرعية. طيب وهي تسمى ودليل قول الله سبحانه وتعالى في العبادة الكونية عبادة كونية رغلي إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا نيناو أتروح أقول. طيب العبادة الشرعية تعريفها هي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، لأمر الله تعالى الشرعي، الخضوع لأمر الله الشرعي، خضوع الأمر الله تعالى الشرعي. وهي خاصة بمن أطاع الله واتبع ما جاءت به الرسل رضوان الله عليه. يعني الخضوع لأمر الله يعني امتثال خلع عرب انجار مع صود. وهي خاصة بمن أطاع الله أن إسلامك أن يأخذ مؤمنين ملحدين در حقي مشركين در حقي علمانيين در حقي مؤمنين خلاص مسلمين. ودليلها قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نبريل تواضع كبر انقد عجب انقد غرور انقد أنفت انقد قريب حاجات يعني لا ما تنعود جربك لا جوان كدنا يعني في خصة تراه كبيرة جربك لا هو يستغاق أخرج جربك نها نأشانين أكلا وريق الله سبحانه وتعالى لدير الله نيتل دوينا من يكون عبادة ورنا آخر نر معاني دي نر أقسام دي نر أركان دي نر شروط دي نر أرواح دي تلها بندونا من يكون هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.